بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال، معكم أميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الصحة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، موضوع حلقتنا عن الشباب والفكر بره الصندوق. الشباب عادة بيكونوا نوعين، نوع بيفكر ويطور نفسه، بيعرف يشتغل وبيعرف يجيب الفلوس وكمان يواكب العصر، ونوع تاني كل همه واخر طموح عنده ان هو مجرد ياخد شهادة ويتعين في وظيفة حكومية. ولان مصر تبنى بسواعد الشباب، والشباب هم عماد المجتمع، فلازم كل ما يكون في طاقة وكل ما يكون عندنا أساليب جديدة تعرفنا إن الشباب فعلا بيشتغل بره الصندوق وبيفكر عشان يواكب العصر، بنقدمها لحضراتكم. هيكون معانا النهاردة دكتور أحمد سلام، المدير التنفيذي لشركة صيدليات بيت الدواء، ودكتور نادر عفيفي، مدرس مساعد بالجامعة البريطانية بمصر. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة هنتكلم عن سوق الأدوية أو سوق العمل في الأدوية، موضوع كبير جدا. في البداية وقبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، عايزة أعرف من حضرتك يا دكتور أحمد عن فكرة صيدليات أو شركة صيدليات بيت الدواء. أولا اسمحي لي أن أنا أرحب بحضرتك وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. شرفت قناة الصحة والجمال يا دكتور. وأشكر قناة الصحة والجمال على الاستضافة. أولا أحب أعرفك بنفسي. اتفضل. أنا أحمد سلام، صيدلي دفعة 2005، صيدلة القاهرة. اتخرجت اشتغلت في العمل الحكومي في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وديت ممكن اللي ما يعرفش هي المعنية بكافة قطاعات الدواء في مصر. اشتغلت في العديد من القطاعات بالإدارة، من تفتيش على الأدوية، من توفير نواقص الأدوية واحتياجات قطاع الدواء، مرورا باليقظة الدوائية، تسجيل الأدوية، إلى أن وصلت للمكتب الفني لمساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة. ما شاء الله، سن حضرتك صغير وتقلدت العديد من المناصب. بسم الله ما شاء الله. هو ده اللي بنتكلم فيه، إن الشباب طاقة وإحنا لازم نستغل طاقة الشباب. يعني أنا يعني ممكن إن أنا كنت يعني الحظ وقف معايا إن أنا قدرت ان انا افكر خارج الصندوق والاقي اللي بيثني على كده، وبدليل ان انا يعني شرفت ان انا مثلت مصر في العديد من المؤتمرات سواء داخل مصر او خارج مصر. على سبيل المثال للحصر، ان انا اثناء عملي في التفتيش الصيدلي مثلت مصر في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر أو ورشة عمل لمكافحة غش الدواء، لأن دي ظاهرة مش مصر، دي ظاهرة عالمية. عالمية. وإحنا معانا مع حضرتك نطلب من الإعداد بس يعرض لنا قرارات تمثيل مصر بقيادة حضرتك طبعا في المؤتمرات الدولية. فده كان إحدى التمثيلي للخارج، كان في منظمة الصحة العالمية بجنيف. وكان برضو يعني شرفت ان انا مثلت مصر برضو، بس ديت في تمثيل بعثة الحج المصري، بحيث ان انا اقدر يعني اراجع على المخازن بتاعت حفظ الادوية، اشوف مدى احتياج الحجاج، اجهز للترتيبات مع المستشفيات، مع القطاعات المختلفة اللي الحجاج بيحتاجوها. فيعني يعني الحمد لله. كلمنا ببساطة عن تمثيل مصر في مؤتمر جنيف للدواء، واحنا معانا صور لحضرتك اثناء المؤتمر نعرضها. طبعا ظاهرة غش الدواء ديت، اولا دي في مافيا غش الدواء. اكيد طبعا، وهنتكلم كتير على المافيا وهنتكلم كتير عن الادوية، بس انا عايز اعرف بس بداية من حضرتك، احنا عالميا او بره في المؤتمرات العالمية بيبصوا لمصر وكفاءة مصر في انتاج الدواء ازاي؟ اولا يعني لما نيجي نتكلم على كفاءة الدواء المصري، فمش هينفع انا اتكلم، لان في معامل، في تقارير، في دول بنصدر لها في الخارج. فيعني لو احنا قلنا ان الدواء ده مفروض علينا عشان احنا مصريين وما قدمناش كده، ما كانش بره خدوه. أكيد. فبالتالي اولا ان تصدير الدواء للخارج ده
دليل على كفاءة الدواء. في عامل رئيسي محدش يقدر يغفله، ان لو انا اوهمت حضرتك ان انت عيانه وانت عند الدكتور هتحسي ان انت مش رجلك مش شايلاكي. لا، العامل النفسي. انا لو اوهمت يعني لو قلت لك انت خلاص خفيتي وانت عندك مشكله لا قدر الله، فهتحسي ان انت خفيتي. فانا لو قلت لك ان الدواء المصري مش بالكفاءه، او لو قلت لك ان الدواء الاجنبي ده فعاليته قويه، يبقى فبالتالي مصدر لي حكم العقل الباطن ان انا بالزبط. ارفض كل انواع الادويه المصريه. يعني علشان يعني وانا برجو ان الجميع يخرج من اذهانه ان في حاجه اسمها دواء مستورد متميز او قوي ودواء مصري وحش، لان ده بيبقى بنحط السم في العسل. تمام. فديت يعني نبذه بسيطه عن طيب. تكلمنا حضرتك عن موضوع او شركه الاندماج في صيدليات بيت الدواء. اولا منين جه الاسم، فكره الاسم بيت الدواء نفسه، وفي نفس الوقت ايه العائد وايه الهدف من فكره الاندماج ما بين الصيدليات الصغيره نتعمل لنا شركه كبيره، والشركه دي ان شاء الله هنعرف بعد كده طورت ازاي. فحاجات كتير قوي ليها دعوه بسوق العمل في الصيدله. مبدئيا انا كده كاني بحكي على بنتي مش ابني، لان عشان البنت غاليه عنده. لا، عشان انا عندي بنتين. ربنا يخليهم لك. ميرسي، ربنا يكرمك. فبداية بالاسم، ليه اخترت الاسم ده؟ ممكن اقوله لك، لان طبعا انت عندك حد غالي، ولو حتى في الاستوديو او كده سالت عليه مره مش موجود، الثانيه مش موجود، هتعمل ايه؟ هتجيب عنوانه؟ اروح لحد البيت. نروح البيت بالظبط. فالشخص الغالي او المهم ده هو الدواء اللي لازم يبقى ليه بيت وليه كيان. فهو عشان كده طلعت من هذا المنطلق كلمه بيت الدواء. بيت الدواء معنى كده ان انا لو عايزه اي حاجه ليها علاقه بالدواء هروح بيت الدواء هلاقيه. اكيد اكيد ان شاء الله. بس مش هتروحي، هو هيجي لك. هو هيجي لك. طب تمام، هنتكلم على طرق التوصيل وطرق طلب الادويه ان شاء الله في الحلقه مع بعض. برحب بحضرتك تاني يا دكتور، بجد انا اتشرفت جدا بحضرتك يا دكتور نادر. شرف لي اكتر. انا مش عايزه اتكلم مع حضرتك عن بيت الدواء، انا عايزه اتكلم على تقييمك كدكتور نادر، استاذ مساعد في الكليه البريطانيه لطب الصيدله، حاجه قويه جدا يعني. تقييمك ايه لسوق العمل في الدواء؟ طيب سؤال مفتوح وكبير. اكيد اكيد. خلينا نبدا نقول ان احنا نقول ان السوق الدواء في مصر سوق دايناميك جدا، سوق متحرك جدا جدا، وكل يوم في نمو وفي ازدهار. تمام. وسط الميدل ايست كله، الشرق الاوسط كله، سوق من اقوى الاسواق اللي موجوده وعالميا كمان. طيب ده جاي منين؟ لو احنا بصينا لبعض الارقام البسيطه اللي تفهمنا الموضوع ده وصل ازاي، هنلاقي ان في الثمانينات كان الاستهلاك الدوائي في مصر حوالي 560 مليون جنيه، وصل لسنه 2001 الى 3.1 مليار جنيه. وصل في 2014 ل 28 مليار جنيه، والنهارده بنتكلم في اضعاف الرقم ده بعد تحرير الجنيه المصري. طب ده معناه ايه؟ معلش هقطع حضرتك في حته صغيره. التطور الكبير جدا في استهلاك الادويه ده معناه ان احنا بنحارب امراض بقت امراض وليده العصر؟ اكيد كترت. دي حاجه، وهو معناه ثلاث حاجات. اول حاجه ان بقى في وعي اكتر عند المريض المصري ان هو عايز يتعالج. تمام. الحاجه الثانيه، حضرتك عندك في السوق المصري النهارده حوالي 800 شركه ادويه، سواء محليه اجنبيه، سواء لوكال ناشونال، او عفوا انترناشونال او مالتي ناشونال داخل السوق المصري. ده ادى الى ان بقى في شركات كتير جدا من الادويه بتنتج ادويه جوه السوق المصري، فاصبح ان اي مرض ليه علاج موجود، زائد ان المريض المصري بقى سهل جدا بالنسبه له يروح الصيدليات، سهل بيروح المستشفيات، ومن نفسه بيروح للصيدليه وبيطلب الدواء معين، فاصبح ان الطلب على الدواء بقى موجود كبير جدا. طيب نرجع للسؤال بتاع السوق العمل عامل ازاي. نتيجه التدفق الاموال الغير عاديه في السوق في شراء الدواء المصري، ادى الى ان السوق بقى فيري دايناميك، وسوق كبير جدا متحرك. جدا جدا متحرك جدا، واختلفت مجالاته جدا. تعالي نقول بص على مجالاته بسرعه جدا، هنلاقي ان الطالب الصيدلي بيتخرج يا اما هيشتغل في صيدليه، ودي حاجه الشغلانه الطبيعيه الموجوده، هيشتغل حاجه موجوده دلوقتي اسمها كلينيكال فارماسي، يشتغل صيدلي كلينيكي في بعض المستشفيات، او بيتجه الى مجال شركات الادويه اللي منها بيبدا كمندوب علمي، يتجه الى السيلز والماركتنج التسويق والمبيعات، ويتدرج فيها الى وظائف مختلفه
الحاجة الأخيرة إن هو بيشتغل في الأبحاث العلمية. هنا عندنا مشكلة إن مفيش الربط القوي اللي موجود بين مختلف الوظائف، مفيش التوجيه الموجود كويس للطالب اللي بيتخرج ان هو هيروح في سوق العمل، لان تجاره الدواء من اكبر التجارات الموجوده في مصر. لسه كنت عايزه اكلم حضرتك، الدواء في مصر بيزنس ولا خدمه ولا حسب نيتك بقى؟ لسه كنت هقول لحضرتك ولا طبع انسانيه. يعني الدواء، المتحكم في الدواء، مافيا الادويه، السوق اللي احنا عايشين فيه النهاردة. عارف حضرتك يعني ايه جملة انا عندي دواء في الشهر بكذا، فلازم الدواء ده لو ما لقيتوش او كل نقص او دي قد ايه وقاحة على المريض. طبعا ليه شركات الادوية فيما يطلق عليها مافيا وحرب الحيتان تستحوذ على السوق بالطريقة دي، علشان بتتاجر في الام الناس ومرضها، علشان في طلب على الدواء، عشان في طلب على المريض، عشان المريض اصبح سلعة في بعض الاجزاء. خلينا نقول برضو ان احنا عندنا مشكله بسيطه، مشكله كبيره في مصر، ان احنا ما عندناش الوعي الكافي لاستخدام الادويه. يعني احنا من اكتر دول العالم اللي عندنا استخدام المضادات الحيويه. احنا دلوقتي عندنا بدون اساسا استشاره الطبيب، بدون استشاره الطبيب، والصيدليات للاسف كتير بتصرفها عادي. حضرتك خارجا، خارج مصر، نفترض مثلا في بريطانيا، بيبقى الدواء مكتوب عليه بي او ام، يعني لا يصرف الا بروشته طبيب. فانا دلوقتي ما اقدرش اروح حتى استخدم مسكن بتركيز عالي الا لو معايا روشته الطبيب. فانا دلوقتي هنا في مصر بروح الصيدليه، والله انا عايز مضاد حيوي كذا، اتفضل، واخد مضاد حيوي. فده اصلا بيخلي ان البكتيريات تقدر تبقى عندها مضاد للادويه دي، فاصبحت بلا فائده نفسها. وانا باخدها بدون اي وعي. فانا عندي نقص في الوعي الدوائي والنقص العلاجي اللي عندي. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان التنافس قوي جدا. احنا مصر دلوقتي لما بترخص دواء معين او المرض ده هيتعالج بنوع الادويه دي، بينزل فيه بيقولوا عليه كذا كلاس، كذا نوع، فبالتالي بسجل كذا شركه. حضرتك في السنوات الاخيره اتسجلت مئات الشركات في مصر، فاصبحت ان الشركات دي بتتنافس مع بعض على الى حد ما ان هي تبقى مبيعاتها اكتر. فعندي دواء ده ودواء ده ومختلف الاسعار، فبيجي حد عايز السعر العالي، لا ده عايز السعر القليل، فاصبح المريض تايه في بحر كبير من الادويه ومن اختلاف الاسعار، وما بين اخد ده ولا ما اخدش ده، وما بين كلام كتير بيسمعه مختلف، ما فيش الاتجاه، ما فيش الحد اللي بيوجهه صح، ان انا ايه الدواء اللي انا المفروض اخده، ايه المكان الصح اللي انا المفروض اروح له. والشركات باختلاف انواعها، بعضها استغل النقطه دي، ان انا العب على الحته دي واستغل صحه المريض في النقطه دي، على عكس اكيد في شركات تانية بتسعى وبتعمل برامج كتير توعيه للمريض. ترجع دي ان احنا محتاجين جدا من وزاره الصحه ان يبقى في رقابه قويه جدا على النقطه دي، ونبقى فاهمين البورتفوليو بتاع الشركه ده متجه لاني الطريق. هرجع لحضرتك تاني لان موضوع سوق الادويه قوي جدا، مش هخلص اسئله فيه. ارجع لحضرتك يا دكتور احمد، 19556 ده رقمنا، الرقم الخط الساخن لمجموعة صيدليات بيت الدواء. الرقم ومعنى 1955 معنى ايه؟ تمام. اولا وانا ببدأ المشروع بتاعنا، فكرت يعني هل اسميه بالاسم المعبر جدا ده، ولا استخدم الرقم المميز جدا. ليه هو مميز جدا؟ لان كل صيدلة مصر تاريخ ميلاد مهنة الصيدلة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة سنة 1955 أو 1965، ده هو 1955 قانون مزاولة المهنة 127 سنة 5، يعني 1955، فهو رقمنا 1955 6. ففكرت عملت يعني يعني تيم الدراسات بحث مدى جدوة أن أنا أسميها بالرقم، وعملنا سيرفي ونزلنا عملنا ماركتينج. انا في بيتي البنات الصغيرين اللي بيطلب مثلا فاست فود من 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 مطعم كذا، اكمل دليفري او من فانا عارف اسم المطعم كويس بس رقمه مش احفظه. طيب فانا قلت طب يبقى انا كده هعمل دعايه بلا جدوى. طب قلت ده فكري. طب نزلت عملت التيم التسويق، او نزل فعلا عمل سيرفي وعمل لقاءات مع الناس وسالهم على المحلات التجاريه على على على، مفيش حد عارف ارقام، واللي عارف بيبقى عارف اول رقمين اهو 19 زي 0900 كده، وما نعرفش الباقي ايه بالظبط. فطبعا قلت لا طبعا انا نو واي ان انا اماركت بطريقه ان انا ارمي فلوسي اكيد، حتى وان كنت ممكن إن لو انا في مجالي عارف بعض ارقام المختصر بتاعه بعض الزملاء، ولكن انا مش بماركت
لزمايلي، لا انا بماركت لقاعده عريضه تضم في البلان بتاعتنا ان احنا ان شاء الله يعني هنستحوذ على يعني من 15 ل 20% من حجم صادرات مصر ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم يا رب. فالدراسه اللي احنا عملناها لقينا ان احنا مش هينفع نسميها بالرقم، وسميناها بالاسم بيت الدواء، يعني الحمد لله يعني ربنا وفقنا في الاختيار. اسم الصيدليه رقمها ولا الاسم يبقى افضل ايه يعني؟ لو وده لانه هيمهدنا للتقرير اللي احنا هنعرضه. انا عملت دراسه ولكن انا شهادتي مجروحه، فعليك عملتي دراستك وممكن نعرضها على المشاهدين ويشوفوا معنا تقرير من المشاهدين ومن اراء الناس في الشارع. اسم الصيدليه يكون رقمها ولا اسمي اللي معنا؟ هنشوف التقرير من الشارع، تقرير حي، تقرير الاستاذه وفاء سامي، ونرجع لكم تاني مع ضيوفنا في الاستوديو. كنا عاوزين نسأل حضرتك، الصيدليات اللي هي اسمها بيبقى رقمها، ده أسهل ليكي ولا أن يكون لها اسم؟ لا أسهل طبعا، يبقى اسمها هو رقمها، ما يبقاش ما نعودش بقى نتصل وندور على رقمها وكده. طب لما بيكون الدواء ناقص في الصيدليات بتلجأي لإيه أو بتعملي إيه؟ يعني بنتصل بيهم على الخط الساخن، وهم يعني مثلا لو بتبقى صيدلية معروفة هم بيدوروا عليه يعني وبيجيبوه مثلا ساعتها. طب لو في ابلكيشن عندك على الموبايل بيسهل عليكي كل ده، ده أسهل ليكي؟ اه طبعا. عاوزين نسأل حضرتك ايه رأيك في الصيدليات اللي بيبقى رقمها هو اسمها؟ ده بيسهل عليك اكتر ولا اللي يكون لها اسم؟ نظري ان هي يكون لها اسم افضل يعني. عايزين نعرف رأي حضرتك في الصيدليات اللي هو اسمها هو رقمها، ده بيسهل عليك اكتر ولا اللي يكون لها اسم؟ اللي بيكون رقم يعني مش اسم يعني؟ لا والله على حسب يعني، في مثلا صيدليه كان اسمها مش عارف يعني، في بعض الصيدليات اسمها مش عارف 19 3 حاجه زي كده، بس الاسم افضل. انا بالنسبه لي اللي يكون الصيدليه اسم افضل من الارقام. مساء الخير يا فندم. مساء النور. دلوقتي عاوزين نسال حضرتك ايه رايك في الصيدليات اللي رقمها هو اسمها، ده اسهل ولا يكون ليها اسم؟ 19 011 صيدليات كويس يعني. انت شايفه الاسم مناسب ولا يكون لها اسم افضل؟ سواء حروف او ارقام يعني مش فرق. عندك اي معلومات عن شركه او مجموعه بيت الدواء؟ عندي ايه؟ اي معلومات عن شركه بيت الدواء؟ بيت الدواء بتهيألي سمعت عنها او قريت عنها قبل كده. مساء الخير. مساء النور. كنا عاوزين نسال حضرتك بالنسبه للصيدليات اللي اسمها هي رقمها، ده اسهل ليكي ولا ان هو يكون لها اسم؟ اسمها هي رقمها؟ لا يكون لها اسم. طب بالنسبه لما بيكون في دواء ناقص ليكي في الصيدليه بتلجئي لايه؟ بفضل ادور عليه يعني. مساء الخير. مساء النور. كنا عاوزين نسال حضرتك بالنسبه للصيدليات اللي اسمها رقمها، ده افضل ليكي ولا ان يكون لها اسم؟ لا يكون لها اسم. طب لما بيكون في دواء ناقص من الصيدليه بتلجئي لايه؟ بلجأ لمين؟ بتلجئي لايه؟ دواء ناقص في الصيدليه في اي صيدليه؟ في اي صيدليه عموما. بدور عليه في كل الصيدليات الاول. طب لو في ابلكيشن على الموبايل بيسهل عليك انك تلاقي الدواء ده افضل ليكي ولا؟ كتير طبعا، ده احسن. حضرتك بتشتغلي ايه؟ صيدلانيه. طب كويس، احنا حلقتنا النهارده عن الادويه، ليكي اي متطلبات؟ هو طلبي الوحيد الصيدلات الصغيره هي اللي مبقاش فيها صيادله اصلا، يعني اللي واقفين في الصيدليات دلوقتي ناس عاديه خالص مش دكاتره اصلا، وكل اللي بيخشوا الصيدليات دي اللي بيعاملهم اللي لابس بلطو مش دكتور، فبالتالي ده بيسيبنا احنا كصيادله. بالعكس السلاسل الكبيره ما حدش واقف فيها غير صيدله، مفيش دكتور بيقابلك في اي سلسله كبيره غير صيدلي، الصيدليات الصغيره هي اللي ما فيهاش صيادله، والواقفين قدامك دول ممكن يكونوا اصلا مش حتى معاهم تعليم عالي. ايه راي حضرتك في شركه صيدليات بيت الدواء؟ لو هي الشركه دي فعلا هتدمج الصيدليات الصغيره وهتبقى تحت الرقابه كويسه جدا جدا. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. كنا عاوزين نسال حضرتك ايه رايك في الصيدليه اللي اسمها هو رقمها، ولا تحبي ان هو يكون لها اسم افضل؟ يعني الصيدليه اللي هي اسمها افضل ليكي ولا يكون لها اسم؟ لا اكيد طبعا الصيدليه اللي يكون لها اسم احسن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. كنا عاوزين نسال حضرتك بالنسبه للصيدليات اللي اسمها هي رقمها، تفضل ان يكون اسمها هي رقمها ولا يكون ليها اسم؟ لا حضرتك افضل ان يكون لها اسم احسن، لان اللي لها رقم دي انا ما مش عارف مصدرها ايه، او انما اللي لها اسم معروف بنزل اخد العلاج بتاعي بروح مش عارف فين باجي، انما لها اسم دي ما. طب لما بتروح الصيدليه وبتلاقي دواء ناقص بتعمل ايه او بتلجأ لايه؟ والله حضرتك بروح صيدليه تانيه ما بلاقيش فيها، بروح التالته برضو مش بلاقي فيها، فبقعد ادور على العلاج لحد ما يطلع عيني، فساعتها بلجا ان انا اشوف حد يجيب لي العلاج حتى لو كانت فلوس اغلى من ثمنه. طب لو عندك ابلكيشن على الموبايل بيوصلك لكل ده بدون تعب؟ ده حاجه جميله والله، حضرتك الابلكيشن بيوصلنا لاقرب حاجه،
يعني بدل ما نقعد ندور بنخش نشوف الدنيا فيها ايه، بنوصل بدل ما ندفع فلوس وبيجي بنفس السعر. حضرتك عندك اي معلومات عن شركه او مجموعه بيت الدواء؟ حضرتك دي مجموعه على النت، احنا طبعا انا عندي ناس قاعده جنبيها في الشقه مريضه، فجيت في مره بجيب لهم العلاج ما لقيتوش، فدخلت على المجموعه دي وبالفعل خلال 24 ساعه كان العلاج عنده، وكان علاج نادر يعني، بس الحمد لله رب العالمين هو خده من هنا وبقى كويس. بنشكر زميلتنا أستاذة وفاء. الدواء حق لكل مريض، أيا كانت نوعية أو طريقة توصيل الدواء وطريقة طلبه فهو حق لكل مريض. شفنا التقرير وآراء الناس، بعض الناس وتباينت الآراء ما بين اللي رافض واللي مؤيد، وعشان نعرف حق المواطن في الدواء نرجع لمشاهدي نرجع لضيوفنا تاني ونتكلم في موضوع حلقتنا عن سوق الدواء وسوق العمل وسوق الدواء وسوق الصيدليات، وإذا كانت بيزنس ولا إذا كانت خدمة بتقدم للجميع. أرجع لحضرتك يا دكتور نادر، شفنا في التقرير طلب من صيدلانية بتتكلم، وأعتقد إن هي فكرها موضوع حلقتنا بالظبط، هي إحنا عندنا مجموعة صيدليات بتبقى صغيرة اللي موجود فيها أو بيبيع للمواطنين مش صيدلي، وحضرتك قلت أنا أقدر أروح للصيدلية أقول أنا عايز مضاد حيوي. طب انا ضامن منين لو الصيدليه دي مش كبيره، لو الصيدليه دي ملهاش اسم، انا ضامن منين اللي بيبيع لي ده صيدلي؟ بالظبط، انا مش ضامن اصلا. هي دي فعلا المشكله الكبيره اللي احنا بنتكلم عنها، ان احنا بروح لصيدليه ممكن اوقات اللي واقف ده بيبقى طالب لسه بيدرس، ما عندهوش المعلومات الكافيه. ده طالب في صيدله كمان يا دكتور، ده انا هقول لحضرتك اوقات كتير جدا بيبقى حاصل على بكالوريوس تجاره او حتى مش حاصل، ده انا معاكي فيه. طبعا دي مشكله كبيره جدا، انا رايح لمكان اثق فيه، رايح لمكان علشان اتعالج، انا بتعامل مع اخطر حاجه في الدنيا اللي هو المرض، مع طبعا. انسان، انا مش رايح اصلح عربيه، انا رايح اعالج اخد اصرف روشتة او ما بقاش معايا روشتة، لا رايح علشان اجيب الدواء اللي هيخففني. طيب دي بتقابلني مشكله كبيره جدا، ان انا مش عارف مين اللي انا بتعامل معاه، اذا فانا برفض اوقات الصيدليه دي، او بيبقى عنديش الوعي، ممكن حد ما يعرفش مين اللي قدامه او حاجه، بس هو متعود ان الصيدليه دي جنبه فبيروح له على طول، وبيتكرر معاه ان هو بياخد حاجه غلط، ودي بتعود عليه بضرر كبير طبعا. جدا دي ترجع لوزاره الصحه واداره التفتيش، ان هو لازم يكون في رقابه على الصيدليات دي، ولازم يكون في توعيه، لان ويبقى في القرار القوي، ان انا لو لقيت صيدليه حاجه زي كده ممكن اقفل الصيدليه، ممكن انزل عليها غرامه كبيره جدا، تاني يوم هلاقي ان مفيش ناس بتستسهل وتجيب ناس مش صيادله يشتغلوا فيها، لان كل ده انت بتضر نفسك وبتضر المريض اللي موجود وبتضر قطاع الصحه المتواجد. اكيد طبعا. طيب عايزه برضو يعني اخد من كلام حضرتك واقول، انت دلوقتي حضرتك بتقول لي يبقى في رقابه، تمام؟ طيب المواطن نفسه المريض نفسه ازاي يبقى عندي توعيه لي ان هو ما يروحش الاقرب صيدليه، او حتى لو شك في اللي بيبيع له ما يطلبش منه؟ يعني انا طبعا. مش عشان او يساله، ممكن اشوف تصريح حضرتك صيدليه، او اشوف اسم مدير الصيدليه والناس اللي متسجله عند حضرتك بتشتغل، ممكن اشوف كارنيه حضرتك، المفروض دلوقتي الصيدلي بيبقى معاه كارنيه من النقابه، لو انا شكيت عندي حق جدا وما يقدرش يقول لي لا وريني كارنيه النقابه، ما كانش هروح اشتكيه او اعمل مشكله. ودي بتبقى مشكله بتقابلنا كتير جدا، ان انا مبقاش عارف اتصرف ازاي، فسيبها واروح للصيدليه الكبيره، وده بيعود على صاحب الصيدليه ان هو هيلاقي مبيعاته قلت، ويلاقي التراست اللي موجود عليه، الثقه اللي موجوده من الناس بتقل بطريقه كبيره جدا. مش بس كده، وده يعني حابب اقول برضو بعض المزايا موجوده في السوق الدواء المصري موجوده حاليا، ان حاليا ان مصر وبلاد العربيه بتسعى ان حتى الصيدلي المتخرج، علشان ابقى متاكد ان هو على طول ابديتد، على طول على اطلاع بالمعلومات الجديده وكل القوانين اللي موجوده في قانون الصيدله، بنسعى ان يبقى في امتحان بورد موحد للدول العربيه، ده حتى بتعملها الاكاديميه العربيه الموجوده دلوقتي لاتحاد الصيدله اللي يرأسها دكتور استاذ دكتور محي المزار اللي هو عميد كليه صيدله الجامعه البريطانيه، ان يبقى في امتحان بورد موحد. يعني انا دلوقتي صيدلي اتخرجت، هل انا كمان 5-6 سنين ممكن اكون ناسي الحاجات دي ومتعود بس على الحاجات اللي انا بعملها؟ لا، ده انا حاليا بسعى ان كل ان اللي بيتخرج ده مش هياخد كارنيه مزاوله المهنه الا لما يعدي الامتحان ده، وده طبقا لبلاد كتير متقدمه غربيه بتعمل الموضوع ده، زي انجلترا، انجلترا بتخلص دراسه لك امتحان تدخله،
مش هتمارس المهنه الا لما تعدي الامتحان ده. وكمان بيتجدد كل سنتين او كل 5 سنين تروح تمتحنه عشان يقدر تاني. يقدر يحكم عليك انت كصيدلي هل انت مدرك الجديد اللي واصل في سوق الدواء في الحاجات الجديده، لان في تقنيات حديثه، وفي كمان انا اعرف ان في ابحاث بتتعمل طبعا. فلازم ان انا اقيمك طبعا كدكتور صيدلي طبعا، واعرف انت جاهز انك تخدم المريض وتوصل له العلاج الصح ولا لا. تمام، ارجع لحضرتك يا دكتور احمد واسالك سؤال من كلمتين، سلاسل ولا تكتل؟ تمام، احنا بس نشرح للاول للمشاهدين يعني ايه سلاسل ويعني ايه تكتل. تمام، دلوقتي في فرق ما بين الحاجتين. اولا في دول مختلفه، سواء يعني مصر، وانا جايب للمونتاج خريطة معظم الدول العالمية اللي هي بتسمح أو نعرض الخريطة يا شباب بعد إذنكم. بتسمح القانون بيسمح هل الصيدلي يملك أكتر من صيدلية ولا لا. كانت قضية الفترة اللي فاتت أعتقد بدون ذكر أسماء يعني، لأن في حد اتشطب من نقابة الصيدلة لأنه يملك أكتر من صيدلية والقانون بيتيح 2 بس. تمام، دي معلومات. في بعض الدول اللي القانون بيسمح بأكتر من، يعني مش محدود على عدد معين، بل المفاجأة إن في بعض الدول ما بتبقاش شرط إن الصيدلية يبقى صاحبها صيدلي. ولكن الخريطة معانا، الخريطة هو تقدر حضرتك تشرحها؟ الخريطة مصر مذكور فيها أولا نسبة كل 10,000 مواطن لكام صيدلية، وللأسف يعني في نقدر نقول وفرة من الصيدليات، لأن إحنا لو بصينا في الجدول هنلاقي إن فعلا عدد يعني العدد اللي بيخدم الرقم اللي هو الموحد اللي بيقيسوا عليه اللي هو 10,000 عدد كبير بعكس بقية الدول. فبالتالي ده بيبقى ليه مردود على الصيدلية الصغيرة. هرجع أجاوب على سؤال حضرتك، سلسلة ولا تكتل؟ نقدر نوضح الفرق. سلسلة بس الأول عشان نشرح للمواطنين يعني إيه سلسلة ويعني إيه تكتل. يعني السلسلة يعني مجموعة صيدليات باسم شخص واحد تحمل الاسم على مستوى المحافظة، مستوى الجمهورية، محافظات الجمهورية لها أكتر من فرع بيشتغل فيها، طبعا لازم يكون صيدلة. دي مجموعة الصيدليات اللي طبعا احنا مش محتاجين نقول أسماء وفاهمين، دي السلاسل سواء كانت جوه مصر أو برا مصر. بالزبط. طب يعني ايه تكتل بقى؟ تكتل يعني نقدر نقول ان احنا أخذنا الامتيازات بتاعت السلاسل، أخذنا الميزة الرهيبة بتاعت الصيدلية الفردية، إن الصيدلية الفردية دي صاحب المال، الراجل يعني يهمه إن هو يخدم العميل، إن هو متفرغ تفرغ كامل، أخذنا الميزة بتاعته إن هو اللي هيبقى موجود فيها. أخذنا الميزة من الشركات الموزعة اللي هي يعني طبقا لقانون، أنا أقدر نقول طبقا لقانون التجارة إن هي بتدي التجارة والدواء، إن هي بتدي أنا باخد بسحب كتير قوي أو باخد منتجات كتير باخد سعر أرخص أو باخد طبعا مجموعة مميزات. بالظبط، بس يعني أخذنا من الموزعين أو كده الامتيازات، ان انا اجيب للصيدلي ده الخصومات المميزه والبوانس. اخدت ميزه ان انا الاكسباير بتاعه اقدر ان انا اساعده في ان هو يرجع زي المعامله بتاعت السلاسل. يعني قدرت ان انا اخد الميزه من الصيدليه الفرديه ان هو الصيدلي يبقى متفرغ ويهتم بكده، اخدت الميزه من السلاسل، اخدت الميزه بتاعت السلاسل اللي هي ايه بقى؟ ان انا موفر رقم مختصر بحيث ان هو يبقى وسيله للتواصل ما بين الصيدليات المختلفه، وصلت وفرت احدث تطبيق ابلكيشن يخلي المريض وداعا ان هو يلف حوالين نفسه عشان يلاقي دواء. ده مريض يا جماعه يعني محتاج ان يعني ان الحاجه تجي له او على الاقل يروح ياخدها من مكانه ويبقى واضح، محتاج ان هو يبقى سعر المستحضر او سعر الدواء واضح محدد ما يبقاش فيها مجال للاختلاف، محتاج ان يعني ان يبقى فيه رقابه وتفتيش. الدور اللي بتقوم بيه الوزاره انا بقوم بيه في التكتل، بمعنى انا مش هضم اي صيدليه عندي. الصيدليه اللي عايزه تدخل في بيت الدواء لازم يبقى فيه نمره واحد تأني واختيار سليم للادويه، نمره 2
يبقى يؤدي الخدمه اللي كما ينبغي. ما ينفعش ان هو احنا مش تجاره، مش انا مش هدي مريض محتاج كرسي بتاعه شريط ادي له علبه، مش هدي واحد مضاد حيوي قوي علشان ده سعره عالي. اللي هيعمل كل الحاجات دي ملوش مكان مع بيت الدواء. اللي هيبقى اللي عايز ان هو ينضم لينا عشان يستفاد من العروض يستفاد من ان لان غش الدواء مش كل اللي بيتلاقى عنده الدواء مخشوش بيبقى راجل يعني زعيم مافيا. لا بعض التواجد الادويه المغشوشه بيعتمد على ان احنا معانا الابلكيشن على الهوا ده، ابلكيشن بيت الدواء، شركه بيت الدواء اللي نقدر ننزله من على الاب ستور، وده الرقم الخط الساخن بتاعنا اللي قلنا عليه 19 55 6. تشرح لنا حضرتك لو مجرد دخلنا على الاب اللي موجود على اي موبايل اندرويد ننزل الابلكيشن ونستخدمه ازاي؟ تمام. اولا بيت الدواء هو كيان كبير بيضم زي ما قلت لحضرتك سواء في الفيز 1 او فيز 2 اللي هي ان شاء الله مع نهايه السنه هيبقى حصل تضاعف في الاعداد. احنا بنوفر صيدليات متجمعه بحيث ان احنا نكفر كافه المناطق. انا شايفه في الصوره اللي احنا عارضينها على الشاشه ده عندنا ان ده عنوان الرساله وده موضوع بالزبط. الرساله ده بعد ما بقى اكتف البرنامج بعد ما اكتف الاكونت يعني طبعا اكتف الاكونت بيطلب مني مثلا ان ادخل اسمي ورقم تليفوني وايميل مثلا او حاجه لان انا اولا في تو اكونت للصيدليه او مقدم الخدمه اللي هو اللي هيقدم السيرفيس بتاع السيرفيس الطبيه، وفي اكونت لليوزر المستخدم المريض اللي هو محتاج الدواء. اولا احنا عاملينه بالعربي علشان لسه يعني كنت هقول لحضرتك دي حاجه قويه جدا يعني معلش انا بعدين شفت صوره كمان ان انا بقدر اعمل ارفاف لصوره الدواء نفسه بالظبط يعني حضرتك. لو انا عندي الجاليري او الاستوديو جوه التليفون انا مش لازم اكتب اسم الدواء بالانجلش او مصطلح ممكن روشتة يحصل اخطاء الروشته للاسف ان او الروشته نفسها ان في ان بعض الناس ممكن يبقى بيصرف دواء وخلاص علشان هو شاكك. لا احنا عندنا في اداره متكامله ان هي لو روشته زي كده اترفعت في اكتر من صيدلي بل في بعض الاحيان بنراجع الطبيب بحيث ان انا مش هديك اي دواء خلاص بالزبط. يعني انا البوليسي بتاعتنا هقدر اديك دواء وعالجك واساعد معاكي غير كده انا مش هدور. تمام. طب انا شايفه برضو في الصوره الاخيره دي اجمالي النقاط اللي جمعتها يعني ايه بقى ده دي حاجه اعتقد ان هي اوفر من عندكم للعميل او للمريض بالظبط. اولا هو الدواء ده سلعه مسعره جبريه ولكن المريض اللي بيجي لبيت الدواء هو لو بيصرف دواء فهو راح لدكتور فهو لازم يعمل تحليل لازم يتابع ياخد علاجه صح. طيب انا مش هقدر اوفر له خصم على الدواء لان ده حاجه ممنوعه. طيب هعمل ايه؟ انا تعاقدنا مع العديد من المستشفيات مذكوره في التطبيق. المستشفيات ديت حرصها ان هي تبقى ضمن كيان بيت الدواء بتقدم للمرضى اللي بيتعاملوا مع بيت الدواء تقدم لهم خصومات في الخدمات في العمليات لا قدر الله. فانا بيستفاد النقاط دي ان هو ياخد خصومات في المستشفيات ياخد خصومات في المعامل بل حاجه يعني قبل للاسف يعني معظم الناس ان لا قدر الله ممكن حد يعني يبقى في عمليه يحصل يعني حادث بيحتاج اكياس دم محتاج حاجه زي كده. طيب يعني كمان انتوا بتوفروا اكياس الدم؟ متعاقدين مع بنوك الدم مع العديد من المستشفيات. احنا مش بنوفرها احنا مجرد ان احنا بنوصل احنا بنبحث لحضرتك بنكلم الخدمات لان لا قدر الله حاله زي كده بيبقى الواحد بيحصل شلل تام. طبعا انا اعرف حاله معينه كانت في غرفه العمليات وكانت محتاجه او سالب وما كانش فيه اكياس دم نهائيا وراحوا بنك الدم وما كانش فيه وفضلوا يلفوا فاضطروا يجيبوا بلازما ويحطوا بلازما ولحد ما يعني بعد ما لفوا فتره طويله قوي قدروا يحصلوا على كيس. يعني حضرتك يعني في الحالات اللي هي الامرجنسي مش عايز اقول حضرتك الدقائق الثواني بتفرق طبعا فحضرتك يعني ربنا يعني لا قدر الله لحد حصل حاجه زي كده ما بيقدرش يفكر. فهي النقطه ان هو هي بوابه واحده بيت الدواء 19 5 5 6 عالم من الخدمات الطبيه. انا مش هجزئها لك حتى لو انا يعني ما عنديش كيس دم هطلعه لك انا هدور التيم بتاعي هيكلم كل المستشفيات في ناس مشكوره يعني حابه تسجل يعني ان هي كقاعده متبرعين بحيث ان انا اوصلها للمستشفيات. انا ما بدخلش الدم ده يعني ليه قواعد وليه حاجات انا ما بدخلش فيها انا مجرد ان انا بقدر يعني اساعد في حاله فرقه.
فزي ما قلت حضرتك النقاط دي بتاخدها خصومات في الاماكن المختلفه، وحالات الطارئه دي برضه بنساعد فيها المرضى، الناس كبار السن متعاقدين مع بعض جهات التمريض ان احنا ما بعد المستشفى بعد العمليه، كبار السن لو في مثلا جراحه فراش كذا كذا كذا، كل بيقدر بيت الدواء ان هو يقدم له كل الخدمات اللي هي لها علاقه بالصحه وده بالظبط. ينضم لينا هاتفيا دكتور كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء. مساء الخير يا دكتور كريم. مساء النور، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. المفروض حضرتك كنت تكون معانا النهارده وتشرفنا، وانا اتشرفت باللقاء مع حضرتك اكتر من حلقه، وكان لينا صدى قوي جدا للادويه اللي تباع على الرصيف، فاكر يا دكتور؟ فاكرها طبعا، كانت حلقه جميله. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. ربنا يخليك، نورك. ايه راي حضرتك في موضوع حلقتنا النهارده، سلاسل ولا تكتل؟ تمام، هو ده اللي جاي. طبعا معانا في الاستوديو دكتور احمد ودكتور نادر. يا اهلا وسهلا بيهم، منورين. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا بحضرتك. بص حضرتك، هو ده اللي جاي قدام دلوقتي. احنا عندنا سلاسل الصيدليات الفرديه والسلاسل. الحل الوحيد ان انت عشان تجابه مغول السلاسل اللي عمال يتغول في البلد كلها انك انت تعمل تكتل. التكتل ده عباره عن اندماج الصيدليات الفرديه في مجموعه، المجموعه دي تقدر توفر كل لنفسها كل الخدمات اللي بتتوفر في السلاسل وفي الصيدله فيها في المكان، فبنقدر نوقف الدخله ان انت تاخد المميزات بتاعه الشركات التوزيع، ان انت تاخد الخصومات وتاخد البوانس وتاخد التعامل بتاع السلاسل في الشراء الموحد. فانت وطبعا بتقدر تبادل الرواكد ما بينك وبينهم، وتقدر يعني تحمي الصيدليات من الاكسباير ومن انك يطلع عندك توالف تاثر على اقتصادات الصيدليات. تمام. وقدام اتمنى ان الموضوع ده هيبقى نواه ان ان اغلب الصيدليات تقدر تقف قدام غول السلاسل، وتقدر بعد كده هي اللي تنتصر، ان كل واحد لما يلاقي انا هحتفظ بصيدليتي، هحتفظ ببيعي، هحتفظ برزقي موجود زي ما هو، وفي نفس الوقت باخد نفس الامتيازات اللي في السلاسل، هيقدروا بعد كده ينفصلوا عنهم والسلاسل دي تنحصر وتنتهي. تمام. فانا واحنا كده بنحارب برضو، اعتقد الدكتور ان احنا كده بنحارب ان احنا يبقى عندنا استحواذ على دواء معين، او احنا بنحارب، لان احنا هنرجع بعد كده لسؤال لدكتور احمد عن التسعيره. يعني في اوقات كتير قوي في مجموعه سلاسل فعلا بجد بتبقى هي عندها الدواء ومعروف ان هي عندها الدواء، بس لو في خبر بسيط يلو دراع الدوله ممكن بعد كده يتجمعوا مع بعض ويتفقوا يلو دراع الدوله ان هم يقفلوا كلهم في وقت واحد، يعملوا ازمه الدوله لا تلوى ازرعها. لا بس ممكن اثر عليه اكيد، ممكن اثر طبعا. اكيد طبعا. طب انا ادي فرصه لان هي حرب حيتان زي ما قلنا في الاول وفي الاخر. الله ينور على حضرتك، انا ما اديش الفرصه لحاجه زي كده، انا اقنن الاوضاع. كل صيدلي عايز يعمل سلسله، اهلا وسهلا، اخرك 20 صيدليه للسلسله، لازم ابتدي اعمل شويه اليات توقف القصه دي، وتدي فرصه لصغار الصيادله لما يطلعوا ويتخرجوا يبقى عندهم رزق، يبقى عندهم باب رزق مفتوح لهم، ما يبقاش كلنا شغالين بالسخرة عند الناس، ده غلط. صح صح فعلا، وهو ده اللي انا بتكلم عليه وباكد عليه في الحلقه، ان الشباب هم عماد المستقبل، فلو اتجمعوا مع بعض او حتى لو عنده صيدليه او صيدليتين من حقه ينافس، من حقه يكون موجود في السوق، لان السوق دواء. امال هو اتعلم واتخرج واشتغل وفتح صيدليه كمان عشان يبقى محلك سر؟ الله ينور على حضرتك. الجماعه الافكار موجوده، الافكار بتطبق حلو جدا، الشباب بيعرف يعمل شغله، كل القصه ان هو بيحتاج مسانده وبيحتاج ان الناس كلها تثق في بعض وتقف جنب بعض. ادي فكره قدامنا اهي اتحققت، كان بيحلم بيها من ايام الكليه لغايه لما قدر يطبقها وينفذها، وقدر ان هو ينفذها على ارض الواقع، وكل اللي محتاجه ان الناس تسانده. انا واحد من الناس، انا بقول ان الافكار فكره جميله، التكتل ده فكره مطروحه من فتره كبيره جدا من جروبات الصيادله، يا جماعه عايزين نتكتل، عايزين نعمل اتحاد، عايزين نعمل كتله الصيادله، وياما نجحت افكار وبعد كده اتحصلت تاني. لكن الواحد بيفرح لما يلاقي فكره قدامه عماله تتنفذ وتنجح وشغاله، فالواحد الافكار دي يدعمها ويقف جنبها عشان تكبر وتبقى مثال بعد كده. اكيد طبعا يا دكتور. طب سؤال تاني بقى كده، سؤال خبيث صغير شويه، بما ان حضرتك كنت مرشح في النقابه تحت السن طبعا، وكلنا عارفين الكلام ده، ازاي النقابه تقدر ان هي يكون ليها دور في الصيدليات اللي ممكن بتشغل ناس مش اطباء يعني مش دكاتره خريجين صيدله وبيصرف الدواء وخلاص، لان في مناطق نائيه او في يعني بعض القرى وبعض مش هقول عليها يعني محافظات، بس بيشتغل فيها فعلا اللي ملوش اصلا في المهنه، يعني بياخد الدواء بالشبه يا فندم، بالاسم بالشبه.
بيصرف بالشهر. اه مبدئيا النقابه الله يرحمها، احنا النقابه دلوقتي تحت مسؤوليه حضرتك. اه والله الله يرحمها، احنا تحت الحراسه للاسف وممنوعين كنقابه عامه انك تعملي اي اكتيفيتيز، وكل حاجه بتبقى مع الحرس القضائي. النقابه العامه كده خلاص يعني ربنا يتولاها ونشوف ازاي هنقدر نخرج من النفق اللي احنا فيه. الكلام بقى هيبقى للفرعيات، الفرعيات كلها زي ما هي، هي نفس الفرعيات اللي كانت بتمارس عملها قبل الانتخابات، رجعت تاني لماكنها. الامل ان احنا يا جماعه في دلوقتي الناس كلها بتتكلم على فكره الدخله، ان انت ازاي تعرف توقفها، ازاي تعرف يعني تبص لاقتصاديات الصيدليات انك تنميها شويه عشان يقدر يوقف صيدله. هي الشكوى العامه لكل الناس ان انا صيدليه ما بتعملش اكتر من 1000 جنيه، هجيب صيدلي ازاي يوقف فيها؟ يبقى الفكره اللي احنا بنبص لها ازاي، ان انت تبتدي تعمل افكار تنمي بيها اقتصاديات الصيدليات الصغيره عشان يقدر يبقى عنده ربح يجيب منه صيدلي. ساعتها لو عملت كده هيفك معاك ازمه الصيادله. ثاني حاجه عندنا افكار للتكليف، انت بتعاني كصيادله من التكليف وبتقول ما عنديش صيادله اكلفهم. طيب حضرتك ممكن تعمل تكليف في الصيدليات الاهليه، ادي فكره قدامك اهي يشتغل بيها وينزل تكليف في الصيدليه سنه ولا اثنين، وكل سنه يتكلف ويبقى المرتب بسيط كانه في مكان حكومي وبيتحسب له كانه شغل حكومي. تمام، ادي فكره ثانيه تقدر تحل بيها الازمه. فالافكار موجوده، الافكار متاحه ما شاء الله. ربنا يوفقكم يا دكتور، لان فعلا زي ما قلت وقلت بعد التقرير اللي احنا رجعنا بيه من اراء الناس في الشارع، ان الدواء حق، الدواء حق لكل مريض، ومن حقنا ان احنا نلاقي الدواء سواء كان بسهوله وبسرعه ايا كانت طريقه الوسيله او طريقه الحصول عليه، فانا من حقي ان انا يبقى عندي الدواء في وقت محتاجه. بشكرك جدا يا دكتور كريم، وتوعدنا ان شاء الله ان حضرتك تكون معنا في حلقه من حلقات برنامجنا. اشكرك يا دكتور كريم. ارجع لحضراتكم تاني، اتكلمنا مع دكتور كريم واتكلمنا عن الصيدليات والتكتل والسلاسل. هتكلم عن نقطه صغيره قوي، كلمه او جمله، هي كلمه الدواء هيغلى او الدواء غلي، ده ممكن يقرق ويكون سبب خوف لكل مريض عامل حسابه شهريا مطلع دواء كام، هيصرف كام في الدواء. حضرتك كان ليك مقترح وكان ليك باع مقترح عن التسعيره قدمته حضرتك في وزاره الصحه، تكلمنا عنه وازاي نحكم موضوع التسعيره. قبل ما اقول حقيقة على موضوع التسعيره، انا بس حابب اقول ان الدواء هي السلعه الوحيده في جمهوريه مصر العربيه اللي يعني بتبقى متسعره تسعير جبري، بمعنى ان الوزاره او وزاره الصحه او الوزير شخصيا بيصدر قرار التسعيره بتاعته. وفي نفس الوقت من الناحيه الاخرى ان هي انتاج حر، بمعنى مصانع خاصه هي اللي بتعملها. طبعا يعني لازم تهدف للربح بجانب ان هي بتعدل السعر، ولكن لازم تهدف للربح، فهي معادله. طيب المعادله ديت في بعض الاحيان بيدخل فيها نقدر نقول مثلا تحرير سعر الصرف، ارتفاع بعض المواد الخام، بيؤدي الى ان الدواء يعني لازم يغلى سعره، يا اما الشركه المنتجه هتتوقف. طيب في حاله يعني انا كنت في فتره من فترات ماسك مقرر لجنه احتياجات السوق المصري. فكان الدواء بينقص. طب يا جماعه ايه ينقص ايه؟ لا ده هو ده سعره هيغلى. طب ماشي، طب ده كان موجود لسه. طب معنا على الهواء المقترح المقدم من حضرتك لوزاره الصحه. تمام. طيب فكرت شفت انا ايه السبب، ايه المشكله، طب احاول اوجد لها حل. لقيت ان مجرد ما يعني ما يتسرب ان الدواء ده سعره هيزيد، بعض يعني الموزعين يعني او الصيادله ضعاف النفوس اللي دي القله، الصيادله دولت يعني اغلبيتهم وانا منهم ناس يعني بتقدر سلع ساميه، ولكن بيخزن كميه، الكميه ديت في ظرف ايام هعمل منها يعني ارباح مضاعفه. طب يا جماعه طب ما الحل، طب بدل ما انا لازم ازود الدواء. طب يبقى هينقص، يعني احنا بنزوده هيفضل فتره المريض ده يعني اللي بيتحمل وبيدفع من جيبه هيفضل دايخ كفايه مرضه عليه وتعبه عليه اصلا يا دكتور. ف هو مبدئيا هو مش من هنا ورايح مش هيبقى دايخ، ولكن ان شاء الله باذن الله. ولكن النقص التعطيش السوق ده بيحصل ايه؟ فعرفت يعني ببحث الموضوع في عمقه ان الموزع او يعني او بعض الصيادله بيخزن بيعمل ايه؟ تجميد للرصيد، فالسوق بيعطش. فانا قلت الموضوع بسيط جدا. ازاي؟ والصيادله يعني هيزعلوا مني في الموضوع ده. ان انا قلت يا جماعه التسعيره اللي بتتمضي من
المديرين او لغايه وزير الصحه تكتب جمله بسيطه جدا تخلي تفصل يبقى في خط فاصل ده تاريخ اعتماد السعر الجديد النهارده 15 اكتوبر يبقى كل اللي تم انتاجه قبل كده اللي مكتوب عليه سعره يفضل بسعره لا يجوز بيعه بالسعر الجديد وما بعد 15 اكتوبر هينتج جديد هيبقى عليه السعر الجديد يتباع بالسعر الجديد طيب ده هيتسبب في اولا مش هيبقى في نقص في الدواء نتيجه بعض ضعاف النفوس اللي بيتاجروا بالدواء هيبقى مش هيحصل دربكه في السوق ان المريض انا بقول للمريض عندك دواء متسعر من وزاره الصحه لو سعر الدواء مش نفس اللي مكتوب على العلبه بمنتهى البساطه خد فاتوره مختومه توجه لوزاره الصحه اداره التفتيش يعني الصيدليه دي هيتعمل لها يعني مخالفه تسعير جبري فبالتالي ديت معلومه ورساله بوصلها للمريض الدواء سعره عليه تسعيره جبريه بالتالي قضينا على تماما يعني الحمد لله بالمذكره اللي انا يعني الحمد لله ربنا وفقني ربنا وفقني واعتمدت ان حطت المريض او حطت الصيدلي المخالف او شركه توزيع تحت طائره القانون لو باع بالسعر الجديد رغم ان هو انتاج قديم وخلت يعني مستقبلا ما بقاش فيه يعني حد بيخزن خلاص بمجرد ان هو يعرف ان الدواء ده هيزيد هيبقى يدي العرض للمريض يقول له ايه خد واعمل انت مخزونك تمام. فبالتالي ما بقاش فيه الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا ما بقاش فيه تلاعب في جزئيه ديت نتيجه ان الدواء هينقص ما بقاش فيه الى حد ما بقاش فيه ضغط على المريض في النقطه دي يعني ان انا استثمرها او ان انا ابقى عارف ان الدواء ده هيغلى فاعطش السوق بيه او اشيله على جنب عشان هكسب فيه مثلا في الشحن اللي عندي او في المجموعه بالظبط وانا كدوري يعني كمدير تنفيذي مجموعه بيت الدواء السيستم بتاع المجموعه ان انا بيبقى في اوديت انترنال اوديت ان انا لازم اولا الصيدليه ما فيش حاجه اسمها صيدليه عايزه تنضم لبيت الدواء ما فيهاش صيدلي شكرا تمام اكيد يبقى في رولز اكيد حضرتك بتحطها للانضمام للمجموعه طب انا عايزه اتكلم في عجاله لان وقت بيخلص مني غصب عني عايزه في عجاله اتكلم عن الفعاليات او الحاجات اللي الخدمات اللي بيقدمتها بيت الدواء بالتعاون مع المؤسسات في عجاله عشان اخد كلمه اخيره من اولا يعني من ضمن اهم الخدمات او الادوار اللي قامت بيها بيت الدواء وانا يعني هقولها دلوقتي ان في نقطه من النقاط قالها الدكتور نادر هي توظيف الصيادله تمام احنا الحمد يعني ابتدينا ان احنا الصيادله اللي عايزين يتوظفوا سواء في الشركات الادويه ككواليتي اشورنس كريجستريشن كماركتنج لان في اقسام اصلا الصيادله يعني مش طب التواصل بيكون ازاي يا فندم التواصل في اولا الرقم المختصر بتاعنا دوت لو حد قابلته اي مشكله في التطبيق في الابلكيشن في كده مشكورا بيتواصل على الرقم المختصر لان الابلكيشن انا حاطط فيه ايقونه ان هو ايه يقدم سواء ان هو عايز يقدم كشغل او طالب عايز يعمل دراسات يعني او مش طالب يعني دراسات عليا او ان هو عايز يقدم في العمل يعني دراسات خارج مصر ديت برضو بنوفرها في المجموعه فديت من ضمن الخدمات بالاضافه للخدمات الرئيسيه بتاعتنا بقى. اشكرك يا دكتور انا فعلا كان نفسي اطول مع حضرتك اكتر من كده بس غصب عني 30 ثانيه حضرتك تقول ايه للمواطن والجمهور في الدواء كلمه اخيره اتعب نفسك دور على مصدر موثوق منه تجيب منه الدواء بتاعك استشير لو انت مش عارف الجأ ما تقولش هروح للسلاسل وخلاص لا ممكن يكون صيدليه جنب بيتك او في اي مكان تقدر تتعامل معاها بس اتاكد مين اللي موجود ما تستسهلش تاخد مضاد حيوي ما تستسهلش تاخد اي دواء انت مش محتاجه حاجه اخيره اقولها للصيادله اللي بيتخرجوا السوق كبير جدا المنافسه كبيره جدا كل سنه بيتخرج فوق ال 15000 صيدلي فانت بتواجه منافسه لازم تكون قدها اسعى من وانت بتدرس انك تكون عارف عايز تروح فين وعينك بص على حاجه معينه واشتغل عليها بمجهودك هتوصل وهتوصل للي انت عايزه وهتكبر السوق محتاجكم انتم
فطور من نفسك من دلوقتي علشان تبقى قد احتياجات السوق. اشكركم جدا. في نهايه حلقتنا بشكر الدكتور احمد سلام المدير التنفيذي لشركه صيدليات بيت الدواء، والدكتور نادر عفيفي مدرس مساعد بالجامعه البريطانيه بمصر. اشكركم وكان لقاء ممتع. شكرا جزيلا يا فندم. في نهايه حلقتنا بيمر بينا طبعا الوقت بسرعه، وكالعاده ما بلحقش اشبع منكم. كانت معكم اميره يحيى، انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج صالون الصحه والجمال. اترككم في رعايه الله، إلى اللقاء.